بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أهلنا في ربوع ليبيا، أهلنا في الشرق، وأهلنا في الغرب، وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم بنغازي تعز علينا، نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله. نبتدي الحلقة ونقول اليوم الكفرة تعز علينا. رسائلنا كالمعتاد، طبعا انتم عارفين الحدث اللي شوية هيك مسيطر على المشهد وعلى الإذاعة وعلى التلفزيون، اللي هو حدث أمس وخروج بعض المظاهرات المؤيدة، يعني المؤيدة لعملية الكرامة. احنا نبون نحكوا عليه شويه في رسائلنا ونقولوا اول مره الناس اللي تظاهرت في الكيش، يعني يقول انهم جو من شارع دبي وصلوا لعند الكيش وتظاهروا غادي. على حسب المعلومات الوارده تقول ان الناس هذيما يعني جلهم او غالبيتهم عسكريين، يعني وانتم عارفين العسكري يمشي بالامر، هذا امر. الامر الثاني ان جلهم او غالبيتهم من برا بنغازي، يعني إذا كان فيهم من بنغازي ممكن ينعدوا على الأصابع. فلنبي نقول أنا يعني بنغازي جبتوا لها ناس من برا بيش دمروها كبنية تحتية، عمارات، شوارع، كذا، خربوا لها، جبوا لها ناس من برا. الأمر الثاني جبتوا لها ناس توا بيش تخرب الناس معنويا، يعني الشغل على بنغازي من الناحيتين ماديا ومعنويا. بنغازي المدينة الثانية في ليبيا، عاصمة الثورة، عاصمة 17 فبراير، الشرارة الأولى بإذن الله، وستبقى بإذن الله تعالى الشرارة الأولى. يعني وحلتوا عسكريا ما قدرتوش تستقروا عسكريا، قاعد خلينا نجونا من الجانب الآخر ونطلع ونديروا مظاهرات ونديروا صور وننزلوا على أساس كذا. وبعدها وين وصلتوا؟ شن صار فيكم؟ يا ريتوا كملتوا الصور باش تقعد الصورة مكتملة عند الجمهور وعند هلنا في ليبيا كلهم. يا ريت اكتملت الصوره اثناء وانتم هاربين وانتم تجاره وانتم تتطمروا، يا ريت. انا اللي بنقولها بصراحه يختزل ليبيا، يعني تختزل بنغازي في هذه المشاهد، ان يتصدروا ناس بمثل هذه الوضعيه وبمثل هذه التفكير وبمثل هذا السلوك. تحمل بنغازي كلها بالدمار وبالخراب بالتصرفات هذه، يعني خلاص اختزلت قضية بنغازي وهي التحرر وهي الكرامة كيف ما تدعوا، اختزلت ان ياخذوا خرقة خضراء ويقدموا في الشوارع. هذه الكرامة اللي تحكوا عليها، هذا هو تحقيق الكرامة اللي جايين، وانقلاب عسكري وباتفاق مع الفيدراليين ومش عارف شنو، هذا كلها اختصرتوها ان خرقة خضراء تطلع. احنا متوقعين انها تكون في مظاهرات، متوقعين انها في مظاهرات كبيرة، لكن حقيقة ما كناش نتوقع ان مظاهرات تطلع ترفع خرقة خضراء. كنا متوقعين ان في مظاهرات تطلع تطالب بالعيش الكريم، تطالب بالحياة الكريمة، تطالب ببيوتها اللي هدمت وخربت، تطالب بالغاز، تطالب بالبنزين، تطالب بالكهرباء، تطالب بالمواد الاولية للحياة الكريمة الطيبة، تطالب بمنغازي كمدينة، كعراقة، كحضارة. هذه اللي كنا نتمنوا، ان يطلع مظاهرات بهذا الشكل. كنا نتمنى ان تخرج مظاهرات تقول وين جامعتنا، وين مدارسنا، وين اطفالنا، وين شبابنا، وين نسائنا اللي نزحوا في المدارس وبرا بنغازي. حوالي 150 الف و 200 الف نازح من مطار من مدينه بنغازي. كنا نتمنى نقول وين المطارات بتاعتنا، وين مؤسساتنا اللي نحن كنا زمان نبو نقسمه قسم مع ليبيا على سبب المؤسسات مش موجودات في مدينة بنغازي. وين انتوا؟ حتى المؤسسات اللي موجودة وين انتوا؟ انتهت. وين مستشفياتنا؟ كنا نتمنى ان تطلع ناس تقول نبو الحياة، نحن نبو نعيشه بكرامة، مش يطلعوا حدهم ان يصوروهم الناس وهم شايلين عالم خضر، حدهم ان يطلعوا يطالبوا باخراج ناس من السجون المطلوبين في محكمة الجنايات الدولية، مطلوبين من محكمة الجنايات الدولية، يطالبوا بخروجهم سالمين غانمين. معناها أي قضاء تحكم عليه أنتو، أي دولة مؤسسات تحكم عليها، أي دولة مدنية تحكم عليها،
انتوا لا لا بالعكس، انتوا تبوا الفوضى، تبوا الخراب، تبوا الدمار، تبوا العشوائيات، تبوا العصابات. كيف ما توا قاعده في احياء في مدينه بنغازي بوابير الغاز، عصابات مسيطرين عليه. نقدم انت ووخر انت البومبا اذا كانك تبيها من لاورا بخمسين جنيه، خمسين جنيه كنت بتغيرها بدل بس، وكانك تبي تصبي في الطابور يومين ثلاثة، وكانك لقيت واحد رئيس العصابة هو اللي ماسك الطابور، هو اللي يجيب لك وبالتليفونات. يعني شغل ردينا قرون لا وراء، مش سنين، ردينا قرون لا. وأخرتها تختم أنها تطلع مظاهر، الناس تضحي بأرواحها مقابل أنها ترفع العلم الخضر. سبحانك يا ربي، خلاص اختزلت قضية بنغازي، اختزلت الدماء اللي سالت على أرض بنغازي من أجل الحرية ومن أجل العزة ومن أجل الكرامة، اختزلت كلها في الراية الخضراء هذه. خلاص انتصرنا نحن هكي. الأمر الآخر، يعني هل تتوقعون، يعني هذا مستحيل، لكن خلونا نفترض جدلا، هل تتوقعوا بخروجكم بالعلم الخضر تتوقعون كم تبي تسيطروا على بنغازي؟ يعني سبحان الله، لا شرعا ولا عقلا يقول هذا الكلام، لا شرعا ولا عقلا يقول بسيطرتكم على مدينة بنغازي. شرعا كونكم ناس ظلمة، ناس طغاة، ناس جبابرة، ناس حكمتوا 40 سنة، أذقتوا الناس الويل، أذقتوا الناس العذاب، حرمتوهم من أرزاقهم، حرمتوهم من أبنائهم، حرمتوهم من مساكنهم، ما فيش حاجة ما حرمتوهم منها. جايين توا تبوتوا؟ لا يمكن، سنة الله سبحانه وتعالى، الظالم لابد أن يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ومشت وصارت سنة الله سبحانه وتعالى في القذافي، واقتلع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الشرعي. الأمر العقلي اللي يقول مستحيل كما تسيطروا البلاد، انتوا عارفين، مش عارف، البلاد مليانة سلاح، مليانة سلاح بمعنى الكلمة، مليانة رجال يحبون الموت في سبيل الله وفي سبيل أوطانهم وفي سبيل أهليهم وفي سبيل أرزاقهم، يحبون الموت كما تكرهون أنتم الموت. شوف الحريصين، كيف ما أنتم تحبوا الحياة هم يحبوا الموت، بل يفقوك مخا. فكيف تبوا تسيطروا أنتم؟ بس نفهموني، اللهم أنه بيكون انتقام من مدينة بنغازي، دمار مدينة بنغازي، خراب لمدينة بنغازي. واضح القصة هذه؟ يعني يجوا 10 أنفار، 15، 50 واحد يجوا من برا بنغازي من المناطق، عسكريين، ويقولون لهم تعالوا تظاهروا في بنغازي، وروا العالم أن الراية الخضراء هي المسيطرة. هذا بند. البند الآخر، يلي زمان تشكوا تقولوا أن بنغازي ما فيهاش أزلام، يلي زمان تقولوا ان القتل ما يدروش فيه الازلام، الارهاب ما يدروش فيه الازلام، باش رايكم حتى واللي رفعوا الرايه الخضراء هذيما مستعدين يديروا في بنغازي ولا لا؟ اظن ان قعدت واضحه العمليه. يعني ما يجيش انسان يقول والله الامور ما زالت مش واضحه. الامر الاخر والاوضح من ذلك، خوتنا الفيدراليه، والله رسالتي هذه يجب ان يركزوا عليها، لا شك ان في الفيدرالية في اللي طرح الفيدرالية مقتنع به مثلا، لا شك ان فيهم ناس صادقة، ما نقدرش نظلمه ونعمه، نقولوا ان فيهم ناس ها فعلا يروا ان حل ليبيا، حل امتلاك الارزاق، حل كذا حل كذا، مفروض انها تكون فيدرالية، رغم ان العالم عمره ما قال بها ان دولة تقعد متحدة تنزل تقعد فيدرالية، من العادة هي فيدرالية ترتقي الى الاتحاد. واضح؟ التضحككم الآن يا الفيدرالية إن نضحك عليكم في الموضوع ولا لا؟ أظن توا لا يحكوا على فيدرالية ولا يحكوا على الإرهاب اللي دارين أرواحهم جايين يحاربوا فيه، لا 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 لا، جايين توا، هم جايين يدمروا في بنغازي، إن كان ما صارش منها بنغازي وما سيطروش فيها ومش حيسيطروا، حيدمروها دمر كامل، حتى إذا كان جاء واحد يبي يصلح تبي له عشرات السنين باش يلايمها، تبي له عشرات السنين باش يعاني الشرخ الاجتماعي اللي وقع في بنغازي، تبي له عشرات السنين باش ترد ارزاق الناس، عشرات السنين باش نساوي الدماء اللي سالت والفتنه اللي حدثت ويتركها ويعدي. كيف ما سبحان الله، يعني نفس التربيه متاع المجرم الاول، المجرم الاول راهن على هذا الشيء، قال هالكم لما بدات الثوره، قال هالكم، قال كم انا ممكن نمشي ناخذ وجهي ولا نموت ولا اللي هو، لكن حتشوفوا الويل انتم،
حتى قسم بلادكم وينزرع بينكم الفتنة وهذا كله ده. هو التلميذ الآخر حتى هو ينفذ فيها بالحرف الواحد. يوم اللي يعدي يسيب من هنا حتشوف البلاد كيف سير. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤكد ظنهم وأن يخيبهم الله سبحانه وتعالى. يبقى يا أخوتنا الفدرانية يلي مازال فيكم عقل، يلي فعلا كنتوا صادقين في الطرح الفدرالي، أظن أن الأمر اتضح لكم أن الناس لا يبوا فدرالية ولا يبوا دولة مؤسسات ولا دولة قضاء ولا دولة عدل، لم يبوش. أو بدليل التظاهرات هذين طالبوا بسيف اللي محكمة الجنايات الدولية تدور فيه دوارها. قضينا نحن بقضاء وحكمنا بقضاء ومشينا بالقضاء 3 سنين ولا سنتين ولا 4 اللي هو، وهم يتداولوا في المحكمة وخذت جميع إجراءات السليمة. بدليل أهو عبد العاطي العبيدي حكم عليه في الصباح في العشية كان عند أهله، يعني لا يشوبه شائبة الحكم، واضح. لكن أنتم ما تبوش لدولة ولا تبوا مؤسسات ولا تبوا قضاء. أهو أخيرا مصرحين بل يكروا فيها، يقولوا لا أين خيرات وين حوار وين كذا، يعني لا يبوا حوار ولا يبوا قضاء ولا يبوا دولة مؤسسات ولا يبوا شين، يبوا هذيما يبوا دمار يا جماعة، أفهموها؟ يبوا دمار، يبوا مجلس عسكري، رازل عسكري قد عافس علينا من فوق، واحبس هذا واطلق هذا ودمر هذا وخذ هذا وطلق هذه وزوز هذا، نفس البرنامج بتاع 40 سنة اللي فاتت. يبدو أن المدعو هذا شارب الموضوع الشرب على كيف كيفك. ثقافة كاملة، ثقافة كاملة. هذه البلاد لا تقوم لها قائمة إلا بحاكم عسكري، هكذا يقول العقلة. فنبوها لنا اللي في برقة، اللي جرهم السيل وخذاهم السيل في قصة الفدرالية والمربعات ومربع مش عارف مسة، أراه الموضوع لا والله لا مربعات ولا مثلثات ولا فدرالية ولا نصيب برقة وين، لا 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 ما فيش كلام هذا. في ليبيا نبي نحكمها أنا بالحديد والنار، ملخص. ونزيد نكلمكم ونقولكم والله الناس اللي ساعدتها حتى هم عسكريين، الله سبحانه وتعالى والله لن يمكن له بإذن الله تعالى، لكن على افتراض جدلا أن الرجل هذا تمكن، أول من يبدأ به جماعة اللي معه، أول من يبدأ به جماعة اللي معه. بعدين الأمر الآخر يا أخوتنا يلي عندكم يعني أصولكم الغرب، وانتوا قاعدين على رأس عملية الكرامة، على رأس الفدرالية في بنغازي وفي المنطقة الشرقية، والطالب ببرقة، أنا دوختونا بصراحة، كيف أنتوا الطالب ببرقة وأنتوا وصولكم من الغرب؟ أبجديات برقة اللي توا طالعين بها الصعاليك، الأبجديات امتعت قضية برقة تقول إن أهل الغرب يهود وأتراك وعليهم أن يطلعوا من برقة، بهي أنتوا من الغرب وأنتوا قاعدين على رأس هذه العملية، كيف يعني؟ ما فهمتش أنا بصراحة. أنتوا على رأس الفدرالية وعلى رأس الكرامة، مظبوط الكلام هذا ولا؟ وطالبوا بالفدرالية، طالبوا ببرقة، أقليم برقة ما عندكم دون دون، ولا مش مظبوط؟ باهي أقليم برقة ومنطقة برقة والشرق، الأبجديات بتاعتها إذا كان بنصنفوا البلاد بهذا الشكل، الأبجديات بتاعتها تقول إن أهل الغرب يطلعوا، أي واحد أصوله من الغرب من منطقة شرقية لابد يطلع. والفيديوهات عند القيادات بتاعتكم، الفيديوهات الحمد لله ما نقولوش فيه نحن إنهم يهود وإنهم أتراك وإنهم جنس غير آدمي أصلا، مفروض إنهم يطلعوا بالبرقة وهم سبب خراب برقة في الوقت اللي أنتم الغرب وتخطوا البرقة. هذه أرجو أنكم تلقوا لها إجابة مقنعة حتى تفاهموا مع أنفسكم. الانفصام اللي سير لكم هذا لابد تلقوا له حل، لجنة الانفصام هذا نقولها كم كارثة جاية على برقة، المصيبة اللي دافع الثمن في الانفصام متاعكم هي مدينتنا برقة، هي منطقتنا برقة وبالذات مدينة بنغازي، واضح الكلام؟ يبقى تخليط المشهد، توزيع الأدوار، شيء في الكفرة شيء في جدابية، الفتن اللي تزرعوا فين، تخبيط المشهد حتى الواحد ما يعرفش. أمس واحد يكلم فيها في التليفون قال لي والله ما عاد عرفنا نحن بصراحة، تلخبط الحكاية والله، الواحد ما عاد عرف كرعيه من رأسه. قلت له لا والله كرعيك إن اللي لوط رأسه كل فوقه، الأمر أوضح منك ما فيش. الناس لا يبوا برقة ولا يبوا
يحاربوا إرهاب ولا شيء. آه الإرهاب قاعدين يمارسوا فيه هم توا. آه وخطفوه ضابط، ضابط مصنع منع خطفوه في البيضة وقاعدين لأن توا يدوروا فيه. ولا ما صارش في عهد كمضى الشيوخ اللي خطفوهم في المرج ولا في البيضة ولا وين هذي ما هذا في عهد كم. إذن أنتم مصدر الإرهاب، مصدر الخراب، مصدر الدمار. كويس، أرجو أن الرسائل هذين يكون واضحات. وآخر رسالة هو الاستعانة بالمرتزقة صراحة، وقالها الراجل صراحة، واجتمع مع القبائل وسفه القبائل بطريقة راقية جدا. أنتم ما صبيتوش معايا، مانيش عارف كيف تحسب فيه أنت التصبيل معاك بعد أكثر من 5000 واحد ماتوا معاك من خيرة أبنائهم ومن خيرة شبابهم ماتوا معاك. شنو التصبيل اللي تبيه أنت؟ 5000 أخرى يعني باش تلايم الحكاية؟ ما شيوخنا وقبيلنا ظن عندك من الحكمة ما يكفي يعني، يفطنوا شوية، وقفوا شوية كي وديروا مراجعة ولو يوم واحد كي قدوا ما روحكم يهوه ماشي الموضوع زعمه. راهو هلبنا 5000 والراجل ما زال يقول له ما صبيتوش معايا. معناه الراجل هذا لو كان ينجح توه في هالأيام هذين ينجح ويسيطر حيقول لكم والله ما صبيتوش معايا انتو، ولا ما يقولهاش. لو نجح حتى بعد سنة بالمرتزقة اللي هو جايبهم حيقول لكم والله ما صبيتوش معايا انتو. يعني عيالكم لجوهك لجوهك، عيالكم لجوهك لجوهك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمر مو سهل. أتمنى من شيء والله ما زلت من على أهلنا وما زلت نتمنى من أهلنا اللي نحن نعرفوهم، البقية الباقية اللي ما زالت بعقلها، ما زالت عندها نخوة وطنية، ما زالت تقول هاي على الوطن، هاي على برقة، هاي على ليبيا، يقولوا لها يا أبو صاحب لنقنك إنك كثرت علينا واربح. مفروض ينقال هكي يعني، مفروض يكون في نقطة جايزة. كيف ما توا نذكر بعض الشيوخ شن قالوا من كلام وشن داروا. وتوا إن شاء الله نحن عندنا الكفرة وتعز علينا اليوم إن شاء الله بإذن الله، نحاولوا نعطوا موجز بسيط على مدينة الكفرة العظيمة العريقة صاحبة الحضارة اللي يتكالب عليها القريب والبعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الحلقة. تفضل يا شباب. يا شنو اسمك انت؟ عبد الرحيم. عبد الرحيم من؟ عبد الرحيم كوسا. من وين يا عبد الرحيم؟ من شاب. من شاب؟ ايه. كيف جيت ليبيا يا عبد الرحيم؟ عن طريق عيسى عبد المجيد. عيسى عبد المجيد؟ ايه. بروحك ولا معك اشخاص ثانيين؟ لا لا معي مجموعة. مجموعة قداش عددها؟ ايه عددها 60 سيارة. 60 سيارة؟ ايه. تمام، وين متمركز الستين سيارة؟ 60 سيارة بين ساليتو وبين الاسماء، مقر طال الاسماء. بين سريتا بين سريتا أخود أخود على جابوك لليبيا بس تحرر الأخود بين عباري وبين السبعة إيه. قداش يعطوا فيكم في الشهر؟ يعطون 1000 جنيه. 1000 جنيه في الشهر؟ في الشهر 1000 جنيه. أيوة. تو قداش ليك في ليبيا انت؟ تولي قريب 6 شهور. تو 6 شهور. ايه. موجود في ليبيا. في ليبيا. موجود في منطقة الصليطة. في منطقة الصليطة. وامركم عيسى عبد المجيد. امرنا عيسى عبد المجيد امرنا. المجموعة اللي كنت معاها كلها متواجدة في الصليطة. كلهم المجموعة كله قاعد متواجد في الصليطة كلهم. متواجدين في معسكر في الصليطة ولا فين؟ معسكر في الصليطة ايه. معسكر في الصليطة. معسكر في الصليطة. تمام تمام. تو كيف شدوك التوار؟ توا. تو انا والله هيك ماشي المزارع هيك شديني داخل المزارع شدوني. داخل المزارع وبسلاحك. ايه بسلاح داخل المزارع شدوني. داخل المزارع وبسلاحك. بسلاح شدوني. شو رايك في معاملة التوار تو؟ الحمد لله والله بارك الله ما قصر معنا، يعطونا ناكل ونشرب والحمد لله نرقى مصرية ومرتين ب 100 100. ضربك حد؟ لا ما حد ضربني. بسم الله. طبعا انتم عارفين ان الكفر هذه حقيقه منطقه حساسه، يعني الغرب قبل الشرق مركزين عليها، يحاولوا ان عن طريقها يدخلوا ليبيا، عن طريقها يقوموا باحتلال الجنوب الغني بالمعادن، الغني بالثروات، الغني بالاهالي الطيبين.
يحاولوا أن يدخلوا ليبيا من خلال الخط هذا. أول مرة خلينا نحكوا على الكفر نحن. طبعا التنازعات الداخلية باش نكون معكم صادق، أنا لا أفضل أن ندخل فيها، أهل الكفرة أدرى بها وعارفينها لهم بالضبط، لكن نحن نحكوا ككفرة مدينة. الكفرة مدينة ليبية عاصمة من عواصم الثورة في المنطقة الجنوبية، صراحة كانت قلبا وقالبا مع ثورة 17 فبراير. هذا ما يهمني أنا في الموضوع. نحن الآن نحكو على مدن ثورة 17 فبراير، نحكو على مدن لا زالت إلى الآن تؤيد 17 فبراير. نحن نعلم أن ثورة 17 فبراير من فضل الله علينا أن من علينا بها. ليش؟ جينا فيها قيم تطالب بالحرية، تطالب بالعدل، تطالب بالقضاء، تطالب هذه الأشياء اللي كانت مسلوبة منا. هذه الأشياء التي كان لغيها القذافي من قاموس الحكم عنده. القذافي كان متصور جميع السلطات كانت في يده، جميع السلطات، جميع المكاتب، جميع المرافق كلها كانت في يد ذاك المجرم. كان الاقتصاد في يده، التعليم في يده، الطب في يده، الإدارة في يده، الحكم في يده، النفط في يده، ما فيش شيء في يده هو، كله مختزله هو في شخصه. لذلك نحن نعاني الآن، مجرد ما اختفى هذا الرجل اختلطت الأمور واشتبكت الخيوط مع بعضها حتى لا ندري من أين نبدأ. لنكون صريحين هكذا الأمر. وهو طبعا كان يخدم عليه هذا الشيء، ما فيش راس بعده، ما فيش واحد تقدر تقول يلتف حول الناس باش تقدر تمشي الأمور. لا لا لا، كان الأمور ربطا عنده هو. مجرد اختفاءه هو معناه زي ما يقولوا المعادلة صفرية، المعادلة صفرية، يعني حاصل المعادلة صفر بعد هو. واضح؟ فنحن نحكو على مدينة الكفرة اللي 7 شهور بعد الثورة، 7 شهور وهي تمد في الغاز وتمد في النفط وتمد في المياه وكان في يدها تفعل كل شيء، لكن لا، قالت كل شيء لليبيا. هذه الكفرة بصراحة لو الميزة هذه نتذكروها دائما والله، حتى لو حدث ما حدث، رغم أني أنا شخصيا ما نعرفش أن في خطأ صار من الكفرة، لكن رغم ما حدث ما حدث من أخطاء، هذه القضية تغفر للكفرة ما فعلت بعد ذلك. 7 شهور والحرب دائرة والكفرة متحفظة على كل شيء، ومع ذلك لم تمنع قطرة على مدينة بنغازي وعلى برقة خاصة، وهي من صميم برقة البيضة. نعرف نحن الكلام هذا. النزاعات الداخلية قلنا نحن ما لناش علاقة بها، زوية تبو كذا من أحق، لكن بنحكوا على صنف واحد سواء كان من زوية أو من التبو اللي عندهم. نحن نعرف أن المناطق الحدودية دائما القبائل يكون عندها جذور في تلك في كلتا المناطق، فتجد الزوية تلقى وإن كان بسيط لكن تلقى عندها جذور في تشاد ولا في السودان ولا المناطق الحدودية، كذلك التبو كذا. نحن ما عندناش مشكلة، هذا ولد عمه لما بيجزوره ولا بيقعد في الكفرة ابن عمه بيسكن معه، شو بتقوله؟ تقول له، يقول لك لا ابن عمي عنده الحق فيه. لكن نحن نحكي على طرف واحد من هؤلاء، صنف واحد هم المجرمين، يكون تشادي جنسيته تشادية ومجرم. عارفين معنى مجرم؟ يعني مرتزق، يعني كان يستعمل فيه القذافي بفلوسه في زرع الفتن وفي خراب البلاد وفي دمار البلاد. هذا لا، هذا لا نقر به بأي حال من الأحوال. وعلى أهلنا في الكفرة سواء كان من زوية سواء كان من التبو، من أي قبيلة عندها جذور غادي وعندها أقارب مجرمين يحاربوا في ليبيا، يحاربوا في ثورة 17 فبراير، لا نقبل به على أي حال من الأحوال. كفرة الآن ككفرة كمدينة تخوف في حرب من أجل ثورة 17 فبراير. البوابة الجنوبية الآن الليبيا هي الكفرة، تمنع في هذا الغزو إن صح التعبير، غزو التشادية. واو، خير مثال اللي جبناه هذا، هذا مثال بسيط جدا باش نوروكم شنو اللي ساير. فأرجو رجاء أن يفهم الموضوع على مدينة الكفرة، إحدى المدن الليبية، إحدى المدن الثائرة المحافظة على ثورة 17 فبراير. ليس الثورة في حد ذاتها، المحافظة على المبادئ المتطلعة للحرية وللقضاء وللعدل وللمؤسسات ولشرع الله سبحانه وتعالى اللي كان منعنا منه المجرم الأول. هذا نحن ما يربطنا الآن، هذا ما يربطنا الآن. نحن كدولة ليبية كمدن ليبية
لا لا دول لا مدينة تبي تستقل عن ليبيا، ولا مدينة تبي تخرب، ولا مدينة تبي ترفض المبادئ ولا القيم ولا كإنسان. هذا ما يجمعنا نحن بإذن الله تعالى. عندنا فيديو يا شباب. اللي ما يحدث في الكفرة هو بين ثوار القبائل العربية وبعض العصابات الشرية المارقة التي أفرضت في القتل وانتهاك حرمات الله في الشهر العزيز. فبرح الكيل وقام شباب مدينة الكفرة بتطهير هذه البؤرة الموجودة فيها هذه العصابات. أما ما يخص التبو وزيرهما قبائل متقاربة لبعضها، ويوجد لجان منها اللجنة الرباعية تجتمع مع بعض، ولدينا محاضر اجتماعات بين التبو وزوية ليستنكروا ما حدث من هذه ويتبرؤوا ما حدث من هذه الجماعات. أما بخصوص الأزمة في الكفرة فهي في الحقيقة تكاد تكون أزمة كارثية. اليوم قمت بزيارة لقطاع الصحة بالكفرة، دخلت إلى المخازن تكاد تكون فارغة من المعدات الطبية والأدوية. قامت الخدمات الصحية بالكفرة بنداء إغاثة واستغاثة لكل الجهات الرسمية والخيرية في هذا الوطن، ولم نسمع أي استجابة، لم يصل أي شيء إلى الكفرة. كثير من حالات الوفيات التي حدثت نتيجة نقص في المعدات الطبية والأدوية، مرضى السكر والضغط والنفسية لا يتوفر لديهم أدوية. الحقيقة هناك تفكير كبير من الجهات الرسمية في الدولة. اليوم كذلك قامت هذه العصابات بإقفال الطريق الرابط بين الكفرة ومدن الساحل لتزيد الأزمة، مع أنهم في اليومين الماضية قاموا بتهديد الطيران المدني وعدم استقبال أي طائرة في الكفرة، وهذه الأمور كلها زادت من توتر الأزمة. لذلك الكفرة تحوي عدد كبير من النازحين من مدن الساحل نتيجة الأحداث التي تجري في الساحل، وهذه الاشتباكات التي تحدث هذه اليومين أدت إلى نزوح عدد كثير من العائلات التي تحوي هذه العائلات النازحة، الأمر الذي صعب على المجلس البلدي وعلى الناس الخيرة في مدينة الكفرة لمعالجة هذه الأمور. توجد الكثير من الطرق مقفلة. حي الله القبائل الكبيرة خاصة صراحة في الكفرة، قبيلة زوية وقبيلة التبو والقبائل الليبية العريقة هذه، صراحة حياهم الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يبارك في ذريتهم. الآن في هذه الأيام الحرب تشن، طبعا أنتم عارفين المجرم هذا المدعو حفتر لا يألو جهدا في الخراب والدمار والفتنة، لا يألو جهدا، موش داس هالراجل، الراجل جاي مرسول الليبيا انتقام من ليبيا، كون المشروع متاعه فشل لابد يستعمل جميع الأوراق، يجيك من الجنوب يجيك من الشمال يجيك من الشرق يجيك من الغرب، لابد يعني يخليها على بلاطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخيب ظنها، يخليها على بلاطة بعدها أول طيارة ويأخذ وجهه ويعدي. لعند أمس من دون الأيام متصل هو بروحه بواحد من شيوخ الزوية يقول له ليش تقتلوا في العيال وليش اديه هذا الأستاذ هذاك، يكلم في الشيخ الحكيم العاقل، قال له ليش انتم تقتلوا، ليش تحرقوا في الدبابه، وليش تديروا، وليش كذا، وليش تحرقوا في الراتل اللي كان جاي شوركم. شن قال له الشيخ؟ لا شك في ذلك، هو لا شك في ذلك ان خازوق مصدي، نسال الله سبحانه وتعالى يفكنا منه بدري باذن الله تعالى. يا رب اتصل بالشيخ الكبير هذا واتصل به على اساس تقدر تقول تهديد، تخويف، تخوين، قول عليهم ما تقول. قال له في التليفون انتوا ليش تديروا، فمن ما كان من الشيخ من مشايخ زوية غير انا مؤتمن على اسمه بصراحه، ما نبيش نقول اسمه، وهو يعرفه كويس. رد عليه رد في منتهى العقلانيه، قال له لعند امتى نبوا نقعدوا مسكينهم الشباب اللي ما يتحملوش، لعند امتى نبوا نصبروا عليك يا صنديد انت وانت السيارات اللي جايبات الصبايا في الطريق العام اللي موصل لجدابيه ولا موصل للكفره، تنزلوا فيهم وتاخذوا في ذهابهم وتفتشوا فيهم، وين ماشيين انتوا يا عصابه
يا عصابة وين ماشيين بليبيا؟ ليبيا أكبر منكم، ليبيا دولة، دولة ليبيا، ليبيا الحضارة، ليبيا العراقة، ليبيا الشعب، الشعب الأصيل ليبيا، وين ماشيين أنتوا؟ شنو الثقافات اللي عندكم؟ ثقافات العصابة، ثقافات التهريب، ثقافة قطع الطرق، لا ما يمشيش عندنا إحنا هذا. فما كان من شيخ زوي هذا إلا قال له لا الله يصير، قال له الدبابة ما الدبابة، قال له الدبابة اللي عندك هذا الرابش بتاعك اللي عقب من أيام تشاد. شوف الكلام، شوف الكلام لما يقعد فيه عقل ويقعد فيه حكمة كيف يكون في مكانه. وبالمناسبة والله لا أكاد يعني نسكت على جدابية وموقفها وعلى استعمال العقل والحكمة فيها وعلى القبائل الكبيرة العريقة فيها، كيف ضمت هذه الفتنة بإذن الله تعالى وضمت هذا الخراب الدمار اللي جايهم، جايهم دمار خراب يا أخي. أنا مش عارف أي إرهاب اللي جيت حرب فيه ولا أي خير اللي تبيه لنا أنت، ما فيش مدينة وما تبي يخش لها الدمار. يسد بنغازي يا راجل، عروسة البحر يا راجل، يسد بنغازي يا راجل، يسد بنغازي المنارة اللي دمرتها وجاي تو تنقل في المعارك بتاعك. خوتنا في جدابية نعرف ان الايام هذين عليكم تركيز، نعرف انكم محرومين من المطار انتم من العصابات هذه، العصابات والله اللي ما عندها انتماء الليبيا ولا عندها علاقة بالتراب الليبي على الاطلاق. خمسة من الجرحى على الاقل اللي طقينا فيهم اليوم، خمسة من المجموعة اللي دزوهم الطبرق، مش عارف البقية وين، طلعوهم ولا صفروهم برا بالكلى، هذا ما جرحوا في الكفرة نقلوا إلى مستشفى طبرق، لكن عويلتنا نحن عويلة الكفرة الثوار لا ينجرح ما عندش وين يمشي، لكن هذا كم عندهم طيارات على طول شلانهم الطبرق. اليوم خمسة ما زالوا قاعدين في المستشفى الطبي في طبرق، ثلاثة منهم أسمعوني أسمعوني بش تقول بش تعرفوا عليش أنا نحكي على الكفرة، خمسة منهم سمر طبعا، ثلاثة من سبها، ثلاثة من الكفرة أفطنة واثنين من سبها، ثلاثة من الكفرة واثنين من سبها. الثلاثة اللي من الكفرة أسماءهم غير عربية، أفطنوا الكلامة، الثلاثة اللي جرحوا في الكفرة مش من الكفرة، اللي جرحوا داخل الكفرة أو على حدود الكفرة، اللي جرحوا ثلاثة أسماءهم غير عربية، ويقدر واحد يمشي تو المستشفى متاع الطبرق ويأكد المعلومة هذه يقول هذا مزبوط ولا مش مزبوط. ثلاثة أسماءهم غير عربية، عند الخانة اللي مكتوب فيها الجنسية مش مكتوب فيها ولا حاجة، يبقى شين يطلع هذيما؟ خلي المعلومة عندكم وانتوا جاوبوا عليها برواحكم بيشتعفوا شين صير في الكفرة. وهذا اللي طقينا فيه، اثنين من سبها، واحد مكتوب جنسيته ليبي، واحد مكتوب في الخانة متاعته جنسيته ليبي، الاخر مش مكتوب شيء عنده، الاخر مش مكتوب شيء عنده. يبقى يا هلنا نبو نعرفه، نحن نبو نفهمه، هذه برقة البيضة انتو يلي وجعتكم برقة، يلي فعلا توجع حالها برقة، لكن حلها مش كيف ما تبوا انتو، حلها مش تجيبونا مرتزقة وتبوا تحروها، مش تجيبونا تشادية وتبوا تحروها، مش تجيبونا بلاء وتقتلوا عويلتنا باش تحروا برقة وتدعوا محبة برقة. لا والله، بالدليل ان الكذب في ادعاء محبة برقة، ان من يقود العمليات في برقة ومن هو صاحب المشروع بتاع برقة اصلا من الغرب. يبقى عاد اعطوني عقلكم كيف، وقلت لكم انا في بداية الحلقة الموضوع هذا مهم جدا، مهم جدا، اللي طالب ببرقة ويطالب بحكم برقة واللي طالب بكذا اللي على رأس هذا المشروع وصوله من الغرب. عملية برقة لما جيت اقراها من جوا والابجديات امتعاتها والمفاهيم امتعاتها تقول ان اهل برقة اهل الغرب مستحيل يبقوا في برقة، لجنهم هم سبب الخراب في برقة. اعطيني عقلك تود وزود افصل. Thank you.
القصة كلها نحن نحاول ندرسوها من جميع الجوانب، نلقوا الهدف واحد عندهم هو ضرب ثورة 17 فبراير، هو إلغاء ليبيا كدولة واحدة مستقرة، هو نهب خيرة ليبيا، هو نهب أرزاق ليبيا، هو زرع الفتنة بين الشعب الليبي على أثر ما دمره لأربعين سنة فاتن المجرم هذا جاي هذا يكمل، وكأنهم متفقين على عدد معين من القتلى وعدد معين من الخراب وعدد معين من الدمار، فهذا كي موصلاش بيكمله هذا. طبعا احنا حتشوفوا بيشتعفوا اللي قاتلوا غادي، يعني على أقل اللي لقيناهن واحدة من سياراتها هذا تشادية لقوا شهادة الميلاد عنده، ها ريتوها شهادة ميلاد لقوها معاه في السيارة، هذا شو يدير بها شهادة ميلاد؟ اه مكتوب فوق ان جمهورية تشاد، شو رايك معناته كلمة شو يشب فينا نحن؟ بس في تقرير مش عارف كم شفتوه انتو قالت الجزيرة، اظن عاد قناة الجزيرة تحترموا فيها انتو يعني على الاقل خلونا نحن، لكن قناة الجزيرة جابت تقرير على هؤلاء الناس شابت الحالة المادية بتاعهم، قالت الناس معدمين جدا، فهو ميت ميت يموت في ليبيا على الأقل هلا ممكن يحصلوا شي ألف دولار ولا خمسمية دولار خير ما يعدي هيك لجي هيك لجي هيك. طبعا هذه معتدين عليها من أيام المجرم الأول القذافي صاحب الفتن المصدر للفتن، يا ربي هو كان المصدر بتاعه في العالم كله فتن، فتن خلقها ربي هيك سبحانه وتعالى خلقها للفتن، كان يمشي للناس دائما اللي قاعدين في تشاد اللي قطعهم الشر مساكين، اللي مسلم مسلم واللي نصراني نصراني، المهم يجيبهم من غادي ويعطيهم مقابل 500 دولار ولا 100 دولار باش يقاتلوا معاه ولا يخربوا معاه، وجابوهم في الشريط وكيف واخذين الخرقة الخضراء وقاعدين في تشاد ويهتفوا اطياح السعد حتى وهم قاعدين في تشاد. سئل احد الصالحين، أفطنوا الكلام، سئل أحد الصالحين قالوا له من أتعس الناس يا أبو حازم؟ أفهموني الكلمتين هذه معلش الله يسترك، قالوا له يا أبو حازم، هذا كان من السلف الصالح المشهور بالورع وبالدين، وكان في حوار بينه وبين خليفة المسلمين في ذلك الوقت أو أمير المؤمنين، فقال له يا أبو حازم من أتعس الناس؟ قال له أتعس الناس من باع آخرته بدنيا غيره، ياريت حتى بدنيا هو بدنيا غيره. وهذا أبسط مثاله، أبسط مثال اللي قاعدين يقاتلوا في عملية الكرامة، العويلة الصغار اللي ما يندري عليها وين تفتح، ما يندري عليها وين تفتح، من باع آخرته بدنيا غيره، يعني هو يموت في سبيل أن المجرم هذا يحكم، شو رأيك مات؟ هذا إذا كان صار منه حكم، يعني باع آخرته بدنيا غيره، هذاك يجيب يجند مرتزقة مش عارف شنو، يتبع الناس كلهم يدمر الناس كلهم في سبيل انه هو يحكم. الموضوع ما هوش معقد، راه اذا كان نحن بنخلص النية لله سبحانه وتعالى، والله صدقوني ما تقولوش راه استشكلت الامور واصبحت معقدة، لا 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 بالعكس، مطلوب موقف من مواقف كيف شيوخ الزوية يقولوا له هو لنغنك راك كثرت علي بوصوك، يعلم الله أنه سد في القصة هذه بصراحة، في قصة الكفرة وقصة التشادية اللي خشوا من غادي والتهريب، وني في اسم تردد واجد في الإعلام ويعني تقلب في المناصب كثيرا وتقلب في التوجهات وفي الآراء، وفي كل مرة يطلع لنا بشيء، وأظن كم تعرفوه كويس، تو نشوفوا فيديو عليه وبعدها نعلقوا عليه، فضل يا شباب. بسم الله. اولا طبعا ما قيل عن تصريحات رئيس تشاد إدريس دبي فيها مغالطه، انا كنت في زياره لتشاد قابلت رئيس إدريس دبي، قال ان مع الشعب الليبي مع الشرعيه هي المجلس النواب والمجلس الوزراء ودعم ليبيا، وطلب مني ايضا حتى اوقف مع ليبيا في القمة المرتبطة في جنوب أفريقيا،
لدعم ليبيا على أساس رفع حظر الأسلحة على ليبيا عن طريق الاتحاد الأفريقي للضغط على مجلس الأمن. في هناك تصريحات غير أكيدة طبعا، في ناس يخلطوا في الأوراق. حتى في زيارتنا الأولى مع تشاد كان رئيس تشادي قال حرفيا وقف مع الشعب الليبي ومع البرلمان ومع المجلس الوزراء والدعم ليبيا. ثانيا طبعا زيارتنا لأوغندا، طبعا قبلنا سيادة الرئيس هناك، وطبعا للأسف كان ما فيش تنسيق من قبل الوزارة الخارجية الليبية مع وزارة الخارجية الأوغندية. كان هناك إجراء أن طرد حتى السفير الليبي في أوغندا، ولكن كان هناك في خطأ من الوزارة الخارجية، لم يرسل مذكرة للوزارة الخارجية الأوغندية. في نفس الوقت طلب وزير الخارجية الليبي عن طريق فوزي بكتف لمقابلة الرئيس الأوغندي، وكان هناك في مغالطة، وإن شاء الله يتصحح الأمور بإذن الله. نحن مقبلين الزيارة لجنوب أفريقيا بإذن الله. زيارة جنوب أفريقيا هي زيارة مهمة جدا، بإذن الله نحطه على الاتحاد الأفريقي مع أصدقائنا الدول الأفريقية حتى رفع الحظر الأسلحة على ليبيا عن طريق الاتحاد الأفريقي، مهم جدا. حتى أثناء حكم القذافي كان الاتحاد الأفريقي لها دور، رفع الحصار على ليبيا. نحن إن شاء الله بإذن الله نضغط على أخوتنا في أفريقيا. الرجل هذا طبعا سير عليه الجدل واجد واللغط واجد، وحقيقة يعني نقدر نقول كان عنده في بداية الثورة كان عنده موقف كويس، لكن الأمور طبعا تلخبطت عنده. كون الأصل متاعهم برضو يعني كثر فيه الكلام وكثر فيه اللغط، لكن الطريقة اللي الآن يتحدث بها أول مرة يستدل بالرئيس دبي هذا محارب لثورة 17 فبراير، معادي لثورة 17 فبراير. يقول اني انا قعدت مع ادريس دبي وقال لا بالعكس، انا ندعم الليبيين، ندعم الحكومة الشرعية اللي هي المجلس النواب المنحل هذا، وانبثق عنا الحكومة متاعهم، اذا لا هي شرعية ولا هي حتى قضائيا منحلة اصلا، هو يدعمها. اذا هذا يدعم في خراب الوطن، يدعم في دمار ليبيا. كويس، احنا نبغى وظيفة الرجل هذا اشتغل في البداية استخبارات وخش في القصة. كويس، الآن يحكي يقول أنا عديت قابلته ومشينا لجنوب أفريقيا وكذا، وما بيش يحكي عن الراجل اللي يذكر فيه فوزي أبو كتف على أساس أنه هو السفير متاع أوغندا اللي حط الحكومة الليبية الشرعية. الحكومة الشرعية الليبية هي اللي حط فوزي أبو كتف سفير في أوغندا. يا أستاذ يا محترم، أنت حتى وظيفتك اللي توا قاعد بيها في المجلس المنحل، مجلس النواب المنحل، مستشار متاع، شن علاقتك بالسفير؟ توصل لعند غادي وتبي تحول السفير وتبي تستقبل رئيس دولة على أساس أنك تحول السفير، وانت ما قلتش حتى السفير في يوم اللي انت كنت في الكفرة تتمنى تحكي معاه الرجل هذا. أظن ان عندك فيديو واضح، يا ريت تشوفه، واكيد شايف انت قاعد وهو مجمعس في السيارة جوا ومطبس عليه وانت تحكي له، توا مش قادر تذكر حتى وظيفته شنو هو، وانت تعرف الرجل هذا وشنو يعني شنو علاقته بثورة 17 فبراير وشنو تاريخه وشنو السي في بتاعه، لدرجة انت جي حضرتك انت اللي تشتغل في الاستخبارات يلي ما عرفنا لكش بصراحة ريح بالأمانة. مرة طالبة بدولة التبو، انت رجل انفصالي، مش طالبت بالتبو انما يكون لهم حدود ويكون لهم دولة ويكون لهم عالم ويكون لهم كذا، توا ماشي غادي في برقة، خلينا ندوي معاك عاد بصراحة، ماشي في برقة وتاخذ المستشار متاعها، مستشار رئيس البرلمان ولا رئيس الحكومة ولا اللي هو، انت رجل انفصالي اصلا، انت تسعى انك تدير بالتبو ولا ما تدير بهم دولة ولا لا؟ لكن يستحيل التبو الليبيين، التبو الاحرار مستحيل يستمعوا لهذا الكلام ولا هذه الهرطقات بتاعتك. اتمنى ان اهلنا في الكفرة يفهموا المشهد صح كيف ما هم فاهميننا توا، بارك الله فيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم بلادنا وان يصلح حالنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يحقن دماءنا. لا نريد شيء، والله يعلم الله سبحانه وتعالى، نريد دولة ليبية، دولة مستقرة آمنة واحدة موحدة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ترفرف عليها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا وفعلا. لكل شيء نهاية.
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.